فضايح 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 كل يوم في كيان كبير ونادي زي نادي الزمالك. طول ما متواجد الجعجاع مرتضى منصور متواجد الفضايح ومتواجد المشاكل. مرتضى منصور يقوم بطرد أعضاء النادي وغلق النادي. بعض الأعضاء المحترمين، بعض الأعضاء اللي بيحبوا من نادي الزمالك، بعض الأعضاء اللي هم قلبهم على نادي الزمالك مش بيطبلهم لمرتضى منصور، قاموا ببلاغ ضد مرتضى منصور في اسم الشرطة وترحيل مرتضى منصور وطرده من نادي الزمالك وغلق أبواب النادي وترك المكان مفتوح لحين تواجد رئيس نادي جديد لنادي الزمالك. مرتضى منصور مش عايز يطلع من العزبة، مرتضى منصور مش عايز يمشي من العزبة لا هو ولا عياله. مرتضى منصور قص البلاء، مرتضى منصور صاحب المشاكل في نادي الزمالك، مرتضى منصور سرطان الكرة المصرية. وفي ناس كتير من الزملكاوية هيزعلهم، بس هو ده الحق، هو ده الأساس بتاع كرة القدم، هو ده سرطان الكرة المصرية، هو ده سبب مشاكل نادي الزمالك من يوم ما جه. ونادي الزمالك بيمر بأزمات، بيمر المشاكل، بيمر بأزمات مالية، وسببها كلها مرتضى منصور، ويصدر الموضوع للتحكيم، لمشاكل للإعلام اللي بيساند النادي الاهلي، لكل الدوله بتساند النادي الاهلي، مع ان مرتضى منصور كل الناس بتسانده بسبب لسانه الطويل وبسبب ان هو بيشتم كل الناس. ولكن اليوم جه ومرتضى منصور بينطرد من نادي الزمالك زيه زي معلش مش قادر اقول مين، ولكن مرتضى منصور خارج نادي الزمالك ببلاغ من اعضاء زملكاويين محترمين خايفين على مصلحه النادي. هو ده اخره مرتضى منصور، ونتمنى نشوفه في السجن تاني ونشوفه خارج نادي الزمالك. ومنتظر ناس كتير من الزملكاويه هيهاجموني، ولكن هي دي الحقيقه اللي انتم مش عايزين تقتنعوا بيها.